السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني إن شاء الله تكملة لسلسلة كيف تأخذ بيانات المحركات. اليوم عندنا محرك كبير شوي، 37 كيلو وات، 50 حصان. بدنا نشوف كيف بدنا نأخذ بياناته مع بعض. طبعا هاي المحرك، طبعا اليوم الشغل في الهواء الطلق. في البداية بنشوف المحرك كم سلكتا خارج منه 6 أسلاك. طبعا ما في روزيتا، يعني بيشغلوا أكيد ستار دلتا، فبكون منه خارج 6 أسلاك بيشتغل على كونتاكتورات ستار دلتا. طيب في البداية زي ما تعودنا احنا نسحب أسلاك اللي خارج لبرا للروزيتا وبنشوف شو في على راس السلك، كم سلك من الملفات وكم معكرونة، وبعدين بنحاول ناخذ الخطوة ونتأكد بالبداية من التوصيلة وبعدين ناخذ باقي المعلومات. طبعا نحاول ندق عليه هيك على اساس انه نقدر نسحب سلك. خلوني احاول ارفع الاسلاك وارجع لكم انا. طبعا الان انا فكيت اسلاكه زي ما انتم شايفين، هاي الخارج لبرا، ايوه. وزي ما حكينا بالعاده احنا معلومات سلك واحد بتكفيني. بنشوف احنا كم معكرونه من الملفات واصله على السلك اللي خارج لبرا، كم معكرونه ومن اي المجموعات هاي المعكرونات. زي ما انتم ملاحظين هنا في معكرونتين وهنا من هاي الجهة معكرونتين، اذا 4 معكرونات على السلك اللي خارج لبرا. كل سلك عليه 4 معكرونات. هاي هذا السلك مثلا، هاي 1 2 3 4 معكرونات، كل سلك عليه هاي 1 2 هاي 3 4، كل سلك عليه 4 معكرونات. الآن بنشوف إحنا مثلاً كل معكرونة من وين. هذا السلك مثلاً، هاي من المعكرونة، من خلينا نجي من هون مثلاً، هذا السلك بلكي يكون واضح، هاي من المجموعة اللي من هون، هاي المعكرونة، والمعكرونة الثانية من المجموعة اللي من تحت من هون، والمعكرونة هاي والثانية من مجموعتين بعيدات. الآن هاي هي، خلونا نرفع الأسلاك هذول هيك، هاي المعكرونتين الثانيات، هاي معكرونة من المجموعة اللي من هون، معكرونة من المجموعة اللي من هون. إذا عندنا 4 معكرونات، كل معكرونة من مجموعة، كل معكرونة من مجموعة. إذا هذا التوصيل دبل توازي، توصيل دبل توازي أو توازي كامل زي ما احنا بنسميه، أو دبل توازي ما بعرف شو بتسموه. الآن أصبح واضح طبعا ما في ولا وصلة بيكون داخلية، هاي الوصلة هاي كأنه مقطوع من الملف وسلك وواصلينه، يعني بس سلكين يعني مش وصلة بين ملفات، بكون ما في ولا وصلة بين الملفات في الداخل زي ما احنا شايفين ما في ولا وصلة. طبعا الآن بناخذ خطوته، أو بس نفكه بنقدر ناخذ خطوته وبنحدد كم من ملف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. إذا الخطوة تقريبا 1 11، وعلى ما أعتقد 1 2 3 4، كل 4 مع بعض. هاي هي، احنا راح نشوف ان شاء الله، بحاول انا ارسم الدبل توازي كيف راح يكون توصيل هذا المحرك. الان الامور واضحة بالنسبة لي، بقطع سلك وبشوف ملفوف بكم من سلك. طبعا راح يكون اسلاك قليلة ما دام دبل توازي، يعني هون في عندنا معكرونة هيها جاي من هون، فلو شفنا احنا كم من سلك عليها، عليها سلكين سماك، عليها سلكين سميكات،
شوي. اذا شكله اللف ماشي بسلكين سميكات شوي، يعني ممكن السلك يكون سلك 12 دزيم او شيء او اكثر شوي، او 12 ونص مش عارف، بقيسه انا وبشوف كيف. هاي هي يعني، انا ما بديش اطول اكثر من هيك. طلعنا معلومات التوصيلة عن طريق الاسلاك الخارجي لبرا، بنسحب سلك وبنشوف كم معكرونة عليه. فاذا كان عليه 4 معكرونات، كل معكرونة من مجموعة من نفس الفاز راح يكونوا طبعا، فبكون هذا التوصيل توازي كامل او دوبل توازي زي ما انتو عارفين. ان شاء الله بنحاول نرسمها ونشرح لكم اياها. وهاي هي، ما بدنا نطول اكثر من هيك، ما بعرف نرسمها ونرجع ان شاء الله بنشوف. خليكم معنا. طيب الان انا فكيت احد الاسلاك وزي ما انتم شايفين هاي فكيت المعكرونات، كل معكرونة كان فيها سلكين، لاحظوا هون سلكين هون سلكين هون سلكين هون سلكين. طبعا انا حرقت، الافضل طبعا دائما زي ما بحكي دائما انا، انه بدك تقيس قيس احرق السلك حتى يصير احمر وبعدين نظفه بايدك او بشريطة او بشيء وبعدين قيس عليه. طبعا هذول السلكين كانوا في معكرونة وهذول السلكين كانوا في معكرونة، فاحنا راح نقيس السلكين هذول، راح يطلعوا نفس السلكين هذول، ولكن للتأكيد انا بحب اقيس اكثر من سلك. طبعا الميكروميتر راح يكون اكثر من 1 ملم، فراح نفتحه لغاية خطين من الداخل وبعدين نقيس السلك. طبعا القياس بعرفش اذا واضح معاكم، 14 دزيم، يعني من الداخل من هون، من الداخل الخطوط اللي من هون فتحنا خطين اللي هو 5 دزيم و5 دزيم، يعني 10 دزيم، وبعدين فتحنا لغاية رقم 40، فهذا بدل انه 14 دزيم السلك الاول. والسلك الثاني نفس الشيء 14 دزيم. وبنيجي للسلكين اللي من هون كمان راح يعطونا نفس الاشي اكيد، نعم 14 دزيم. وهي السلك اللي بعده كمان 14 دزيم. اذا المحرك ملفوف او اللف ماشي بسلكين 14 دزيم، يعني 1.4 من الملم من المليمتر. التوصيل دبل توازي زي ما انتم شفتوا، 4 معكرونات على السلك اللي خارج للروزيتا برا. الان معلومات صارت واضحة، خلاص انا بفكه وبعده وبرجع لكم في الرسم ان شاء الله. خليكم معنا. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دايما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.